لن تصدق، هذه الفنانة الشهيرة كانت خطيبة محمد فؤاد قبل زوجته الحالية. حقيقة خطوبة محمد رمضان على الرقاصة فيفي عبده. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب محمد فؤاد ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للنجم المصري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. لن تصدق، هذه الفنانة الشهيرة كانت خطيبة محمد فؤاد قبل زوجته الحالية. من المعروف في الوسط الفني أننا نسمع عن وجود علاقات ارتباط كثيرة بين الفنانين والفنانات، ومنها ما تم أمام العلن وعرف بها الجميع، ومنها ما حدث سرا ولم تصل إلينا، لكن من الممكن أن تظهر مع الوقت، فما تخفيه السنوات تكشفه الأيام. من ضمن تلك العلاقات فقد كانت هناك علاقة ارتباط رسمية بالخطوبة بين الفنان والمغني محمد فؤاد وبين فنانة شهيرة جدا، وهو الأمر الذي لم يكن يعرفه الكثيرون، وجمعت قصة حب كبيرة عرفها الجميع بين الفنان محمد فؤاد والفنانة صابرين، وذلك في منتصف عام 1990. بعد أن أطلق محمد فؤاد ألبومه اسألي، ومعه طرح كليب أغنية شاركت في بطولته الفنانة، وبعدها بعدة أشهر وبالتحديد في شهر أكتوبر من نفس العام، أعلن فؤاد خطوبته على صابرين، وامتلأت الجرائد والمجلات في ذلك الوقت بصورهما، ولم تستمر الخطوبة طويلا، وانفصل الفنانان بدون الإفصاح بتفاصيل الانفصال، إلا أن صابرين بعد ذلك بسنوات كشفت بشكل مقتضب عن الانفصال قائلة: اسمعوا شكل الأغنيات اللي غناها فؤاد في حقي بعد الانفصال وأنتوا هتعرفوا السبب إيه. من أشهر الأغنيات التي غناها فؤاد عقب الانفصال مباشرة كانت أغنية هودعك التي اشتراها خصيصا من الشاعر مصطفى كامل. لقاء الخميس توجه رسالة لمحمد فؤاد فاكر ليالي زمان. وجهت الفنانة لقاء الخميس رسالة للفنان محمد فؤاد بأحد أبرز أغنياته وأشهرها والتي قامت بغنائها، وشاركت الفنانة متابعيها بفيديو وهي تغني عبر انستغرام أغنيته الشهير حيران، موجهة رسالة للفنان قائلة: محمد فؤاد وحشتنا بقى. بينما قام متابعوها بتقديم الدعم لها بعد غنائها أغنية الفنان والتي تضمنت تعليقاتهم: جميلة لقاء، أنا بحبك، طبيعية وجميلة، صوتك جميل وعندك حق، وحشنا فؤاد. وغنت لقاء أغنية الفنان محمد فؤاد معلقة: حيران كده ليه متغير ليه؟ ده أنا قلبي عليك، مالك ما تقول ايه غير احوالك، مالك يا حبيبي ايه بس اللي جرالك، فاكر ليالي زمان فاكر ليالينا، تبقى انت والايام قاسين كده علينا. قصة هند صبري مع الطبلة، قدمت ديو مع محمد فؤاد وتسببت في رقص شيرين. تحتفل النجمة التونسية هند صبري بعيد ميلادها اليوم الجمعة، والتي تعد ضمن أهم نجمات جيلها التي استطاعت أن تصنع بصمة لنفسها وتضع اسمها في قائمة النجمات التي قدمنا للسينما والدراما المصرية تاريخا فنيا من خلال الأدوار التي ظهرت بها، وجسدت خلالها أدوارا متنوعة تناولت العديد من الأزمات التي تواجه المرأة المصرية، أبرزها محاربة السرطان لدى السيدات من خلال مسلسل حلاوة الدنيا، والتي تخلت فيها عن كل معالم الأنوثة بظهورها حليقة الشعر وبدون مكياج تماما في جرأة غريبة من نوعها. ورغم أن هند صبري برزت في عالم التمثيل بشكل قوي جدا سواء في السينما او الدراما المصرية، ورغم ان هند صبري برزت في عالم التمثيل بشكل قوي جدا سواء في السينما او الدراما المصرية، الا انها فاجأت الكثير من جمهورها بمهاراتها في النقر على الطبل خلال الحلقات التلفزيونية التي اقرعت فيها على الطبل اطفال الاجواء حالة من السعادة والبهجة للمشاهدين. وكشفت هند صبري خلال استضافتها في العديد من البرامج التلفزيونية انها حرصت على تعلم العزف على الطبل، ما تطلب ذهابها لاحدى المراكز التخصصية في تعليم الطبلة حتى تتقنها، وذلك لحبها في تعلم شيء جديد بين الحين والآخر. تقارير عمرو دياب ينفصل عن دينا الشربين ويطردها مع علاقة عام سالوسة. كشفت تقارير مصرية اليوم الأحد 29 نوفمبر تشرين الثاني عن تطور جديد في تدهور العلاقة بين الفنان المصري عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، والتي قد تشهد على الفصل الأخير في علاقتهما. وبحسب ما ذكرته صحيفة القاهرة 24 المصرية، فقد أكدت مصادر أن الأيام القليلة الماضية قد شهدت خلافا كبيرا بين الثنائي، انفصلا على إثره بشكل تام عن بعضهما البعض، بل وطلب عمرو دياب من دينا الشربيني وقتها أن تغادر شقته في فندق الفور سيزر في العاصمة المصرية القاهرة. وأشارت المصادر إلى أن الانفصال تم بعد ما طلبت دينا الشربيني من عمرو دياب أكثر من مرة أن تكون العلاقة بينهما زواجا رسميا وبحفل زفاف يحضره الجميع. وتابعوا أن دينا الشربيني ترى أنها ضحت كثيرا باستمرارها في علاقة بهذا الشكل، بينما كان يرى عمرو دياب أنه أضاف لدينا الشربيني كثيرا، بداية من مساعدتها لتصدر أعمال درامية في أهم موسم في العام وهو الموسم الرمضاني، وضع اسمها في الصفوف الأولى. ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب ودينا الشربيني حتى اللحظة كتابة هذه السطور ارتباطهما رسميا، إلا أنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعمال
أعماله وحتى في إجازاته. يشار إلى أن عمرو دياب وضع الموسيقى التصويرية لمسلسلاته التلفزيونية زي الشمس ولعبة النسيان اللذان عرضت في رمضان 2019 و2020. وكشفت المصادر للصحيفة المصرية أن آخر جملة قالها عمرو دياب لدينا الشربيني قبل أن يطلب منها مغادرة شقة الفور سيزون: قلت ليك قبل هذا كان في إيدك أن تصبح نجمة، لكن أن تكوني فاتن حمامة أو نعام سالوسة. وكانت مصادر إعلامية كشفت مؤخرا عن وقوع شجار بين النجم المصري عمرو دياب وحبيبته الفنانة دينا الشربيني أدى إلى علو صوتهما خلال تواجدهما في أحد الأماكن السياحية. كما انتشرت تكهنات خلال الفترة الماضية أن علاقة الفنان المصري عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني انتهت للأبد بعد أن ألغى متابعته لها على موقع انستغرام. عمرو دياب لدينا الشربيني في آخر خلاف بينهم أرجع البيت ملائكيش. نشر موقع القاهرة 24 تفاصيل جديدة حول الخلاف بين النجمة الشابة دينا الشربيني وبين المطرب عمرو دياب، حيث أكدت مصادر أنه خلال الأيام القليلة الماضية وقع خلاف كبير بين الثنائي، انفصلا على إثره بشكل تام عن بعض، وطلب دياب من دينا الشربيني مغادرة شقته الفور سيزون. وجاءت في التفاصيل أن النجمة الشابة طلبت أكثر من مرة أن تكون العلاقة بينها وبين عمرو دياب علاقة زواج رسمي وبحفل زفاف يحضره الجميع، وأنها بذلت قصارى جهدها لاستمرار هذه العلاقة، ولكن عمرو دياب كان يرى شيئا آخر، حيث أنه من وجهة نظره أنه أضاف لدينا الشربيني كثيرا على المستوى الفني بسبب علاقته بها ووضع اسمها في الصفوف الأولى في الدراما الرمضانية. وأضاف تصريح موقع القاهرة 24 أن آخر ما قاله عمرو دياب لدينا الشربيني كان بإيدك تبقي نجمة، بس يا تبقي فاتن حمامة يا تبقي نعم سالوسة. وطلب منها بشكل قاطع مغادرة المنزل قائلا: حنزل ساعة أرجع ملائكيش. وتابع الموقع أن جملة حنزل ساعة وملائكيش لم تكن المرة الأولى التي ينطقها، فقد هددها بها من قبل تحديدا وقت مسلسل زي الشمس. بنت عمرو دياب جابت الخلاصة في طلاق دينا الشربيني. وقع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في خطأ فادع ونقلوا عن حساب مزيف لابنة النجم عمرو دياب عن موقع انستغرام تعليقا مثيرا عن علاقة والدها بالفنانة دينا الشربيني. ونشر الحساب ستوري للثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني معلقا عليه: بحبكم انتم الاثنين، على خلفية اغنية اجمل عيون والشهيرة باسم برج الحوت. تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للنجم عمرو دياب يسخر فيه من جزء بأغنية اماكن السهر، وذهب البعض ان سخريته على جملة ده حبيبي لو نزل على الارض في ناس تزل عقب خلافاته مع دينا الشربيني الرابعة قبل حوالي شهر على ساحل البحر الأحمر. وعلم من مصدر مقرب من الثنائي الفني الشهير أنه لم يحدث بينهما انفصال مثلما تردد، لافتا إلى أن الأمر اقتصر على ترك دينا الشربيني لمنزل الهضبة لبضعة أيام، ما يبرر غياب أي صورة تجمعهما منذ آخر ظهور لهما في مهرجان الجونة السينمائي منذ قرابة شهر. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هي حقيقة خطوبة فيفي عبدو ومحمد فؤاد؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. وقبل أن أنهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.